السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكرك بزاف حيت تبعت الطمأنينة في القلب ديالنا. أنا بعدا كشخص ما حسست نهائيا بالخوف من الكورونا، لأن داري اليقين في الله وبالهضرة ديالك صراحة ما حاسة لا بخوف لا حتى شي حاجة، لأن زي ما قلنا اللي مقدر الله هو اللي غادي يكون. ولكن الله غيكتب شي واحد يقيسو راه غادي يقيسو، حتى كاع إلا قاسو يعتبرو ابتلاء مع عند الله، وأن الله تيبغيه وابتلاه. ولكن قلنا اللي تيقيسو شي مرض ولا شي حاجة راه تيمشي شهيد عند الله. أكيد. على ذلك أنا ما حسست بالخوف نهائيا. لا إله إلا الله، بارك الله فيك بنتي هدى. وثاني حاجة عفاك بغيت نسولك واحد السؤال. أنا الأب ديالي متوفي ملي كانت عندي 9 سنين، وهو يعني مدفون بعيد، وتقريبا يلاه تقدر تقول دابا هادي شي 20 عام ولا أكثر ما مشيناش نزورو في القبر ديالو. واش كاين شي إثم ولا غير الدعاء والصورة ديال ياسين كافية؟ يعني غتوصلوا الرحمة. وكاع هاد السنين هادي دابا تقريبا يعني راه دابا في عمري تقريبا 34 ومازال لحد الان ما نسيتوش، يعني دائما تنبكي عليه دائما تنفكرو، وبالاخص فاش تدير شي دعاء وتنشوف حتى نتوما زعما ماشي مره تضطروا فاش ديروا شي دعاء على الاب. ايها لاله، يعني واش طبيعي انني مازال حتى دابا تنبكي عليه ونتاثر، ولا شفت شي اب مع بنته ولا تجيني ماشي غيره ولكن واحد وما بغيتش يوقع لي هكا، لان بعض الاشخاص يفهموها انها واش غيره ولا تنظن غتفهموني. نعم، هو غير حنين، مجرد حنين الى الابوه ماشي غيره. نعم بنتي. وعرفت وطلب ثاني النمره ديالكم، حتى ديك المره كنت اتصلت وقلت لي راه غادي يتصلوا بيا واخا باذن الله. انا غندوزك دابا الان في الاخراج لالا وفاء واستقبال المكالمات ان شاء الله، تعطيك الرقم باذن الله. هي كترفع السماعه. شكرا لك لالا هدى، وعظم الله اجرك في والدك رغم انه مات منذ 20 سنة. هذاك بنتي كيتسمى الحنين، البكاء لما نذكر الاباء ونذكر الاجداد ونذكر اي واحد من الاحبه قد مات، اكيد هناك حنين بالداخل نشعر بالاسى وتذرف دموع الاحزان. هذا امر عادي طبيعي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بكى لما مات ابنه ابراهيم، وبكى حتى ابتلت لحيته، فقالوا يا رسول الله كيف تبكي؟ فقال ان العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. فالبكاء رحمة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، واللي كيبكي معنى في قلبه رحمة، فهذاك أمر طبيعة بنتي. والحنين إلى الماضي الجميل يسكننا جميعا في قلوبنا وفي أعماق أنفسنا، هذا هو الوضع الطبيعي. الوضع الغير الطبيعي هو اللي كينسى، كيعود قلبه قاصح، كينسى الماضي والحاضر والمستقبل، كتلقى كيعيش غير اللحظه، عايش غير من اجل نفسه، هذاك هو اللي غير طبيعي، خصو يزور عياده ديال الطب النفسي. اما انت في هذه الحاله فهي امر طبيعي ان شاء الله تعالى. كونك لم تزوري الوالد لانه في مقبره بعيده جدا، هي اصلا زياره الاموات لا تنفع الاموات، وانما تنفع الاحياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها، سيروا زوروها، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، بمعنى أن الذي ينتفع بها هو الزائر. يكون في الدنيا مفتون وصراع وسباق ومنافسة ويظن بأنه خالد، لكن من اللي كتجي واحد الوفاة من المقربين وكيمشي للمقبرة كيدخل كيلقى عالم الأموات، مدينة الأموات، فيقدم السلام، سلام عليكم أهل قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم كيلقى دوك الأموات جثث، كاين اللي فيهم كان كيسمع الصوت ديالو يجلجل، كاين اللي فيهم كان الذي إذا رؤي يقام له ولا يقعد، ها هو الآن كيبان لك جثة هامدة لا حركة ولا سكون، كتقول سبحانك ما أعظم شانك، سبحان الحي الذي لا يموت وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما الذي يقع للعبد الزائر؟ يشعر بقوة الإيمان في قلبه ويستشعر الربوبية ويميز بينها وبين العبودية ويعود طاهرا.
بحال دخل شي صوره كيتبدل الانسان هكذا في المقبره. فالذي ينفع الزياره هم الاحياء، اما الاموات فالذي ينفعهم هو الدعاء والصدقه وكل عمل ديال البر وديال الخير هو اللي كينفعهم. ما يقال بان الميت يستشعر زياره اهله وانه ينظر اليهم، هذا كله كلام ليس في القران ولا في السنه، وانما شاع على الالسنه، لكن المضبوط في الكتاب والسنه الذي ينفع الميت وهو الدعاء والصدقه، وحيثما كنت يصله ولو انت في قاره وهو في قاره. بنتي هدى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمك الصواب ويجعلك دائما مطمئنه، وقوة الإيمان تعطينا الطمأنينة. ربنا عز وجل ألم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فليشعر بأن عنده قلق في نفسه أو حيرة، العلاج واضح وميسر وهو ذكر الله. اذكروني أذكركم. هل تعلمون أيها الأحباب الكرام بأن الذكر إذا قلت به، تحليل علمي، أن الدماغ يفرز مواد غريبة، وهذه المواد هي عبارة عن ماذا؟ هي مادة منشطة للجسم، كتعطيك رحيق الحياة، كتعود مقبل على الحياة، وكتعود عندك قدرة كبيرة على المواجهة، وعندك واحد المناعة قوية ضد أي مرض، وكتشعر بأنك دائما مستعد لأي شيء. هل تعلمون بأن مرض الكورونا عنده واحد الإحساس نفسي؟ إذا لقى شي واحد قوي المناعة يفر منه، ولقى شي واحد ضعيف المناعة يتهجم عليه. حتى هو تورا عنده من غير الجانب البيولوجي راه عنده جانب سيكولوجي، وراه فيروس ذكي بحال الجن. الجن إذا لقى شي واحد عنده قوة الإيمان واليقين يفر منه، ولقى شي واحد خواف وكيترعد يتهجم عليه. اقرأوا قول الله تعالى في سورة الجن لما قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سبب نزول الآية وهو أنه كان في الأول الجن كيخاف من الإنس، كيكون شي جني غادي كيلقى إنس يقول عندكم بنو آدم غادي عندك تخبى، بنو آدم تخبى. لكن لما اطلعوا لقوا بنو آدم بنفسهم خايفين، كلما نزلوا على واد أو منطقة مهجورة بنو آدم يخوفون ويتعودون وما يديروش اجتماع بعضياتهم الجن. قالوا واش عارفين بأن بني آدم راهم خوافة كيخافوا منا واجي نتهجموا عليهم. ومن ثم سيطر الجن على الإنس بسبب الخوف. وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بحال الفيروس ديال كورونا، حتى هو عنده واحد حاجة من غير البيولوجيا، واحد مسألة عندها علاقة بالسيكولوجيا، وهي يلقاك خوف، يلقاك فيك الرعب، راه يهجم عليك، ولكن يلقى عندك المناعة القوية يفر منك فرار الأسد من المجدوم، أو فرار المجدوم من الأسد. أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.